السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشا عبدين من قناة كودرز كامب. في الفيديو ده هنشرح محتوى محاضرة البايثون من كورس سي اس 50، ومنه هتعرف انت هتتعلم ايه بالظبط من المحاضرة دي او كل الفيديوهات بتاعة البايثون. لو انت مش متابع معايا الكورس من الاول هتلاقي صعوبة في فهم الفيديوهات اللي جاية. احنا قبل الاسبوع ده قعدنا 5 اسابيع كاملين بنشرح في السي والسنتاكس وفي اللوجيك بتاع السي كله، وقبليه كان في محاضرة السكراتش وشرحنا البنية الأساسية للغات البرمجة عموما في كل الجزئيات اللي فاتت. فإحنا دلوقتي كل الشرح معتمد على اللي فات. فلو أنت لسه داخل دلوقتي حالا وعايز تتعلم البايثون as you like ممكن تشوف الفيديوهات، بس في حاجات كتير ممكن تقف قدامك. طيب، فيديوهات البايثون هتكون عبارة عن إيه؟ أول فيديو خالص، الفيديو ده الصراحة مش من محتوى الكورس، الفيديو ده أنا اللي ضفته لأن المحاضرة دي هتبقى خطوة انتقالية ما بين كل الشرح اللي فات في الكورس كله وبين ليفل جديد احنا داخلين فيه. احنا لحد دلوقتي درسنا يعتبر أول لانجوج خالص اللي هي السكراتش، اللي بيتقال عليها يعني بروجرامنج لانجوج، بس بيتقال عليها جرافيكال بروجرامنج لانجوج. وبعدين دخلنا على السي، قعدنا 5 أسابيع كاملين بالبي ساتس بتاعتهم بنشرح في السي، وتعلمنا حاجات كتير جدا، وتعلمنا الاستراكشر اللي هو البناء بتاع لغات البرمجة عموما بيبقى عامل ازاي. دلوقتي بنتنقل من لغة السي اللغة اللو ليفل، وهنشرح طبعا الكلام ده بالتفصيل، للغة هاي ليفل اللي هي البايثون. فدي خطوة انتقالية في الكورس، فحبيت ان انا اعمل لك الفيديو ده علشان تبدأ تشوف الفرق بين لغة السي كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها وبين اللي انت هتتعلمه في البايثون، الفرق بين لغة لو ليفل زي السي ولغة هاي ليفل زي البايثون. هنخلص الفيديو ده هندخل في الفيديو ده اللي هو أول فيديو خالص من محتوى محاضرة البايثون. الفيديو ده كله بنتعلم فيه فرق السنتاكس بين لغة السي وبين لغة البايثون. هنبدأ كده نعمل مقارنة بين اللي احنا خدناه في السكراتش، وبعد كده حولناه للكود في السي، وبعد كده ازاي ده اتحول للكود في البايثون. الفيديو ده هنبدأ نشوف السنتاكس مثلا في لكتابة الفور لوب، لكتابة الفاريبلز، لكتابة الاف كونديشنز. هنبدأ نشوف كل الحاجات دي بتتكتب في البايثون ازاي. بعد الفيديو ده هتحس قد ايه لغة البايثون من اللغات السهلة جدا، وبالنسبة لك انت كمان هتحس بالسهولة قوي لان انت اتعاملت 5 اسابيع بلغة لو ليفل زي السي، وعرفت قد ايه ان لغة السي معقدة نوعا ما، وان هي من لغات الاولد سكول، ان هي لازم تكتب كل حاجه بحذافيرها، لازم تبقى واخد بالك جدا ان كل حرف وكل حاجه مكتوبه، ولازم تحط سيمي كولون، لازم تعرف مثلا نوع الداتا تايب، حاجات كتير جدا كان لازم انت تعملها في السي، لا اما هيطلع لك ايرورز. هتشوف بقى كل الحاجات دي ازاي التعقيدات دي اتخلصنا منها وتعرفنا على سينتاكس اسهل وافضل بكتير في البايثون. هنخلص الفيديو ده هندخل على الفيديو ده، هو صراحة مش هيبقى فيديو واحد طبعا، هيبقى مجموعة من الفيديوهات لشرح كل الحاجات دي، بس كلها بتندرج تحت examples. فاكرين معظم الاكزامبلز اللي احنا خدناها في ال5 اسابيع اللي فاتت في السي؟ فاكرين الاكزامبلز مثلا بتاعت ال get positive int، ازاي ال conditions الاوامر بتاعتها والبرنامج بتاعها بيتعمل ازاي؟ كل الحاجات دي اللي تعرفنا عليها في السي، طب تعالوا بقى نشوفها في البايثون. في الفيديوهات دي هبدأ أأكد لك كلامي اللي أنا كنت دايما بقوله لك. أنت من نفسك دلوقتي هتحس بالفرق ده، هتحس إن أنا ما دام أنا فاهم اللوجيك والاستراكشر البناء بتاع لغات البرمجة، العواميد الأساسية بتاعت كل لغات البرمجة، أقدر بسهولة إن أنا أحول كل البروجرامز اللي أنا كنت كاتبها بالسي للبايثون. أنت من هنا مش محتاج إن أنت تنشئ أو تمبلمنت حاجات لو ليفل جدا، تفاصيل دقيقه جدا. كنا في السي مثلا في بعض الاكزامبلز بتبتدي تحس ان انت لا، انت محتاج ان انت تكتب ديتيلز خاصه بالبوينترز لتنظيم الميموري بتاعت ذاكره الكمبيوتر. طول الاسابيع اللي فاتت احنا كنا بنركز جدا على معلومات لو ليفل، معلومات قريبه جدا من الكمبيوتر، كانت مفيده جدا ان انت تفهمها، لكن مش ممتعه ان انت تتعامل بيها وتكتب الكود بتاعك. واكيد انت شفت ده، ان ما كانش ممتع بالنسبة لك ان انت تكتب البيسات بتاعك بحاجات لو ليفل جدا كده.
مش هيبقى ممتع بالنسبة لك ان انت تكمل حياتك البرمجية ان انت تكتب اوامر او تبقى مهتم بمعلومات لو ليفل جدا كده. احنا خلاص استفدنا منها وفهمناها، تعالوا نتنقل لليفل تاني خالص، لقدرة عالية جدا، للغة ممتعة في الكتابة زي لغة البايثون. هنخلص الفيديوهات دي، هندخل على الفيديو ده. الفيديو ده هيقولك مش انت كان عندك قدرة لإنشاء CSV files بالسي؟ فاكرين لما احنا شرحنا الجزئية دي في السي وعرفنا ازاي بننشئ فايلز؟ الفايلز دي بتبقى فيها بيانات كتير مثلا بالنسبة لنا، بس بقدر ان انا اخد الفايل ده ويكون مثلا افتحه على اكسل شيت او حاجة زي الحاجات دي اللي هو CSV files. هنبدأ نشوف ان البايثون بتتيح لك برضو ان انت تعمل نفس الحكاية دي بالظبط، وهنشوف اكزامبلز عن الموضوع ازاي بنعمل حاجة زي كده. هنخلص الفيديو ده هندخل على اخر حاجة خالص. هنيجي في الفيديو ده هنقول كل الفيديوهات اللي فاتت احنا شايفين ان البايثون ما هي الا لغة برمجة زي السي، هي برضو اسهل كتير، لكن هي عبارة عن functions، عن loops، عن variables. بس الfunctions والمكتبات اللي تقدر تاخدها open source، تقدر تاخدها من الانترنت مجانية، بتتيح لك قدرة عالية جدا لاستخدام اللغة، وبتتيح لك فيوتشرز تخليك تطور جدا من اي برنامج انت بتعمله. يعني مثلا في الفيديو ده هنشوف بروجرام ازاي بنقدر ان احنا نكتب حاجة للكمبيوتر ويبدأ هو ينطقها. البرامج المعتادة اللي انت بتشوفها كتير وتبقى مبهور بيها لكن انت مش فاهم هي الفكرة بتاعتها ايه. هنبتدي مثلا نكتب برنامج تاني باستخدام لايبراري معينة ان هي تبدأ تتعرف على الفيس بتاع البني ادم، عارف انت زي بالظبط كده اكزامبل، تدخل له صوره وتدخل له صوره ضمه فيها مثلا 10 اشخاص، يبدا هو البرنامج يطلع لك يعمل لك مربع كده على الشخص ده اللي موجود في ال10 اشخاص اللي انت دخلت له صورته. هنكتب مثلا برنامج ازاي بنقدر نعمل انشاء الكيو ار كود. طبعا اكيد كلكم تعرضتوا لموضوع الكيو ار كود، والموضوع ده اصلا بقى متداول جدا حتى في المطاعم، ان انت تدخل يقول لك المنيو افتح الكاميرا بتاعتك للكيو ار كود وهتدخل تجيب المنيو بتاعك اونلاين، يفتح لك لينك معين. هنبدأ نشوف ازاي برنامج حاجة زي كده اتعملت باستخدام البايثون. هنبدأ نشوف ازاي يبدأ ان هو يتعرف على صوت انت مدخله له في الميكروفون، تبدأ انت تتكلم وهو يتعرف على اللي انت قلته ويبدأ يرد عليك. الفيديوهات دي هتبقى ممتعة جدا، ممكن ما يبقاش فيديو واحد، ممكن يبقى اكتر من فيديو على حسب الوقت الفيديوهات، لكن الفيديوهات دي هتبقى ممتعة جدا، هتبدأ تتعرف على قدرة عالية جدا لاستخدام البايثون للحاجات دي. هنبدأ نشوف ان ازاي البايثون بتساعدك في الذكاء الاصطناعي. هيجي في الاخر خالص هجيب لك فيديو ازاي عن طريق البايثون قدرنا ان احنا نعمل ديب فيك. يعني ايه ديب فيك؟ يعني ان انت مثلا تجيب صورة حد وتعمل عليه فيديو تخليه ينطق الكلام اللي انت بتقوله له. هنشوف بالتفصيل الحاجات دي، بس طبعا ده مش هيبقى بروجرام لان دي حاجه ادفانسد جدا، هو بس بيجيب لك فكره الباورفول، القدره اللي بتديها لك البايثون وان انت تقدر تعمل من خلالها حاجه زي كده. احنا كده خلصنا الفيديو ده، استنوني في الفيديو اللي جاي واول فيديو خالص من سلسله فيديوهات البايثون، الفيديو اللي قلت لكم عليه الفرق الجوهري ما بين لغه السي كلغه لو ليفل ولغه البايثون كلغه هاي ليفل. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.